يمكن لما حضرتك كنت بتتكلم على الحادثه وقد ايه وقتها كان معجزه ان حضرتك ترجع، انا جه في بالي على طول مؤمن زكريا، وانه يا رب يا رب ربنا يشفيه يا رب ويرجع لنا بألف سلامه ويرجع يعمل بقى زي ما حضرتك عملت كده يعني كسر الدنيا لما اتكرم في على المسرح مع احمد عز وكده. لقطه مؤثره جدا يعني، كلنا تأثرنا طبعاً. وكلنا دعينا وكلنا لو نعرف اي حته، انا لو اعرف يعني الوقت يسمح لي ان انا اروح اقعد معاه واكلمه واقول له على العوم والسباحه والحاجات اللي هي الالمان الدهاني والانجليز قالوا لي ده الملاذ الوحيد ليك انك انت تلعب كره تاني، او نعرف ندي اي خبره من الحاجات دي بالنسبه ده واجبنا لأخواتنا. طبعا يا كابتن ده واجبنا، فاقدر اقول له الحاجات دي انت اللي في قرار في ايدك، والحقيقه من مرض سيبك من اي حاجه، صح انت تقدر تقوم وتمسك في الحكايه اكتر وتبقى عايز، ولو انتصرت هتنتصر لنفسك وكل الناس اللي بتحبك ولاولادك وحبايبك وبيتك. والحقيقه ان من افضل رحلة اللقطات كمان حلو فيها الابس داون ده اكيد، من افضل اللقطات كمان يا كابتن كنت بقول لك لما جمهور الاهلي راح عند بيت مؤمن زكريا ويقولوا له احنا بندعمك واحنا جنبك، وانا متابعه السوشيال ميديا كلها بتاعت البيجز او صفحات الاهلي على الفيسبوك، الحقيقه الجمهور مش سايب مؤمن زكريا، كل يوم بينزلوا بوستات دعم لمؤمن زكريا وادعيه لمؤمن زكريا، بيفكروا دايما الناس بدعاء لمؤمن زكريا ويا رب يرجع لنا بالف سلامه يا رب ونشوفه بيتالق تاني في الملاعب.